Okay, yes, I'm going to see it in header functions. So on making no functions definitions inside the class. As I do public, as a new public methods. أنا بلش نعرف كلاس أولا بهذا الأسلوب كلاس نعطيها اسم هسميها أي اسم جي سي اسم الكلاس في العادة يبلشوا بحروف كبيرة أو بنسميها جي سي اس جامس بلش بحروف كبيرة بس هون ممكن بنبلش بحروف صغيرة الآن إن بتلاحظ بلش بحرف صغير كمان لاحظ بس احنا بسي بلس بلس سو الأول إشي بدنا نعرف public data members أوكي وبسمي واحد ولا اثنين أي هذول ذا إندكس بسمي واحد وبسمي public data member وبنعرف واحد private data نحط النقطتين هذول وبنسميه int z بدناش نسميه اسم كبير وهذا private data members member هيك لحالة مفرد اوكي Next بدنا نعرف copy constructor الديفولت تعرف لحاله هسه so copy constructor definition لازم نعرفه explicitly دائما ال copy constructor ولازم يحمل اسم الكلاس اللي هي GC وبدنا فقط نعدي عليه الداتا ممبرز that are private لا public well بنعدي both اذا بدنا اثنين مع بعض لانه بنخش عليهم من داخل الكلاس سو بنحط int a int b وبنحط هنا x تساوي a و z تساوي b well من داخل الكلاس نقدر نخش على هذا خارج الكلاس نقدر نخش عليه من داخل الكلاس وخارج الكلاس اوكي يعني نغير قيمته من داخل الكلاس وخارج الكلاس هذا فقط مسموح لنا من داخل الكلاس باستخدام function such as a constructor constructor حكينا انه هو function مالهوش return data type ويلتنساش اللي قبله هي private فكل الحق اللي تحت راح يصفي private فلازم نغير هاي الى public اوكي هسه بنعرف function تطبعهم بنعرف حط لها public خلاص ما في داعي لانه اللي بعدها راح يكون public يعني بعد هاي كله الحق هذا public void بنسمي هاي function out تطبع ونحطه cout x و cout فاصلة z ونحط inline وبنسكر اوكي هسا بدنا نخلق object هون شو حكينا create object اللي هو معرف instance of a class of a class or of the class
طبعا نحلق الاوبجكت لازم نعطي الداتا تايب له اي سي، لانه هو انستنس اوف كلاس. لاحظ حطينا انستنس، ضروري مجرد ما خلقنا اوبجكت لازم تكون الكلاس التايب له مكتوب قبله زي الاكس. فهو بسمي اكس جي زي 1. هسه بنستدعي استدعاء مباشر لديفولت، لما نحط للكوبي للناسخ هذا اللي هون بدنا نعمل له pass by value القيم مثلا 1 و2، أو بدنا نطبع النتيجة باستخدام هذا الميثود. لاحظ الميثود بدنا object ليس بيها زي الكونستراكتور اللي اختلفت هون. xg1.out اوكي، فاستخدمنا الاوبجكت هون. الكونستراكتور ممكن نستدعيه لحاله. اوكي، فنعمل run وبنشوف شو النتيجة، بعدين نتبع. واضح في عندنا اخطاء، الكلاس لازم نحط لها هون، وبنحط هيك سما كولن. نقدر نحط يعني ليش حطوا السما كولن؟ لانه نقدر نخلق اوبجكتس هون اذا بدنا، بس مش نفس الاسم. نقدر نخلق قد ما بدنا اكس بي، هذول كلهم بيعودوا للكلاس لانه الداتا تايب هي محطوط قبل معرض هون. اوكي، الان اذا عملنا ران بنشوف الاخطاء. ونعمل ما فيش اخطاء، بس لابد وان في اخطاء. public gc عندنا هون خطا. شو بيحكي؟ كان الجي سي جي سي انت انت، ممكن هذا no matching function for call gc. شو يعني فيش matching function للجي سي؟ وايش صار عندنا هون؟ هاي جي سي حطيناها، وهاي جي سي هي هون. كيف صار no matching function؟ لازم يكون في تطابق بالسيجنتر. انت A انت B جي سي انت هاي line 8، روح على line 8 هاي no matching function. Good question. نصلح نشوف شو صار. اوكي، شو كان سبب الغلط؟ الغلط انه هون حطينا two objects like this xg وال xc، وصار اشي غلط لانه ما بستدعي الفانكشن اللي هي هون هاي، فصار الغلط هون. لازم نضيف له الفانكشن عشان هو يستدعي مثلا 5 7. اوكي، حتى يستدعي هاي الماتشنج لازم في تطابق. ماتشنج معناها تطابق اصلا. فهو نعمل ران مشى الحال. اوكي، بما انه ما راح يعملوا لنا باك هسه خليهم برا. اوكي، الا اذا احنا نعمل ديفولت هون، يعني ديفولت قبل هذا حتى نصل بدون argument. بدنا نعمل له matching function ليستدعي. اوكي، فهون هاي خلقنا الاوبجكت، وهون استدعينا الميثود، استخدمنا الكلاس قبله وعرفنا الاوبجكت. الاوبجكت له اسم هسه xg1. وإيش راح يصير لو شلنا اسم الكلاس؟ راح يصير غلط. xg1 was not declared in this scope. اوكي، لأنه object، فلازم نرجع اسم الكلاس gc. واسم الكلاس بدك تتذكر هو اسم الكونستراكتور اللي ما بعيد، وبيعمل initialization مهنته، بيعمل initialization الداتا ممبرز بالذاكرة، بخلقهم
بحجزه لهم مكان واحط فيهم جيم. سهلة العملية. اوكي، بس اللي نروح نتبع هذا الكود، لانه طبعا فنجي لهون ونتبع هذا الكود. بدنا نروح على تكست ونحط V. اوكي، هون بدنا نعرف function definition. الفانكشن شو اسمها اللي بدنا عرفناها جديدة؟ هي الاوت. هاي كمان function، بس هاي الكونستراكتور الجي سي هاي. اوكي، فاول ما نبلش هون في مين، نزل عمين وال اي كومنت، وبعدين هاي جي سي اكس جي 1. هاي من هون لهون استدعاء للكونستراكتور، استدعاء مباشر. فبنروح على الكونستراكتور باس باي فاليو، بنحط هنا 1 عند ال A، يعني ال A تساوي 1 وال B تساوي ايش؟ 2. هاي باس باي فاليو، اوعى تنساها. بعد شوية باس باي ريفرنس، نروح هون على الذاكرة. هذا الكونستراكتور مجرد ما استدعيناه بنطلع على الذاكرة، الكاب بيحجز مكان بسميه اكس جي 1، وبحط بهذا المكان. طبعا تعتمد على حجم الذاكرة اذا يخلو يحجز. بدي يحجز ممكن 8 بايتس او 2 بايتس، تعتمد انت وانت، ممكن 2 بايتس او 1 بايت. فهون تعتمد على ال 64 bits 32 bits والكمبايلر. الآن هون بده يحط X، بروح على الداتا ممبر، هاي X بده يخلق منها طبعة أو التمبلت، بحط فيها X و Z. هسا القيم اللي عديناهم بصفوا فيهم، شايف؟ لأنه شو حكينا هون؟ هاي X تصفي فيها 2 1، و Z يصفي فيها 2. فهي هاي ال X راح هي 1 وهي 2، اللي عدناهم by value. بعدين رجعنا، خلاص انتهت الجملة هون، في سماي كار مكتوب عليها هون. هسا X G 1 dot out، هاي استدعاء indirect. ليش؟ لأنها فيها ال dot operator، indirect function call، استدعاء غير مباشر. اوكي، فلازم نروح على الفانكشن اوت، بنروح على الاوت. هاي بداية البادي ما بتاخذ ولا شيء. هون الاوت سي اوت اكس، يس اي استدعاء. فسي اوت اكس بنروح على الاوت اكس، بنروح على الذاكرة، هي 1. سي اوت زي، هاي زي فيها 2، well هم ورا بعض هاي 2. فبالتالي شو صار؟ طبعناهم زي ما صار هو، طبعناهم. هذا نعمل هاي أوضح، نشيل الكومنتس بجوز، أوبس، نشيل هاي الكومنت ونشيل هاي الكومنت ونشيل هاي الكومنت. well واحد سألك شو اسم الكلاس؟ واضح جي سي، هي هون. كم فيها داتا ممبرز؟ 2. اي واحد بابليك؟ الاول، خش عليه من خارج الكلاس زي هون. وبرايفت، well برايفت ما بنخش عليه زي ما هو بالبابليك. هذا لو احنا رحنا على البابليك، هذا حكينا بعد هاي الـ بعد هاي الانستراكشن حطينا xg1.z تساوي 9. اوكي،
راح يغير، احنا عندنا له 2 واحد بس راح تصفي 9. اوكي، فهذا بابليك خشينا عليه من برا، هذا برايفت ما نقدر بسبب ما خطر. الجملة اللي وراي هون عند الجي سي، هاي خلقنا اوبجكت اسمه اكس جي 1 باس باي فاليو، استدعاء مباشر للكونستراكتر اللي متطابق معه، اللي متطابق معه بمعنى اخر ماست ماتش. لو كان عندنا 2 هون بصير مشكلة، بدوش نروح على هذا. بتحط جي سي انت ام ام تساوي مش ام اكس تساوي ام زي هيك، خلاص ما يتعاون هذه الفانكشن اللي هي الكونستراكتر وما لهاش ريتيرن تايب، هي لها ريتيرن تايب مش كونستراكتر ولا تحمل اسم الكلاس. راح يروح على المتطابق معه، هاي فيها 1 2، ما راح يروح على هاي، على هاي نفس الاسم سنساشن او اوفرلودد، يعني يصير تحمل هون، فصار عندنا هون نروح على ها وها بعوض. وطبعا اللي وراها غيرنا، ما طلعش بس عوض، اللي وراها غيرنا قيمة اكس جي زي تساوي 9. طب ايش اللي سمح لنا نسوي هاي؟ هاي بابليك، لاحظها هون، في حين هاي ما نقدرش. اوكي، فلما نطبع راح تتغير، قبل ما نطبع راح يعوض محلها 9. فتلاحظ لما نعمل ران نغطى شوية اكس تي زي، وين الزي؟ ان دي زي از برايفت. اوفس، انا نغير الزي او نغير الاكس، زي از برايفت، بنروح عليها اكس. طبعا نعمل لك نعمل ران، مشى الحال، شو طبع 9 و2، قبل كان يعني غيرناها كمان من هون اذا كانت بابليك، برايفت ما قدرنا، بس نقدر نغيرها من هون او نحط فيها قيم او من فانكشن، يعني نقدر نحط هون فانكشن انت، طبعا بلاش تراجع ولا شيء، بوينت فان زي هيك، ما نعدي له ولا شيء، ونكتب هون زي تساوي 999 ولا 44 ولا 3333 زي هيك. اوكي، هسه بنقدر نغيرها من هون باستدعاء الفانكشن قبل ما نعمل العرض، ايوه اكس جي 1 دوت فان، استدعيناها راح تغيرها. اوكي، راح تطبع، بدل ما طبعت هون 2 راح تطبع هسه 3 3 3، الفانكشن غيرت. اوكي، 3 3. فبرايفت نقدر نخش عليه من داخل الكلاس، فهي فكرة التغليف. اوكي، انه مش مسموح لك الا الكلاس سمحت لك تغير، فهون نهاية الكلاس، وهيك احنا خلقنا كلاس وفيها فانكشنز. طيب نقدر احنا بدون كونستراكتر نحط قيم، كيف؟ نروح نعمل زي هاي لا شيء، نحط void set x int a int b، هاي الفانكشن تقدر تغير كمان زي هيك، ونحط هون x تساوي a y تساوي b. وهسه جينا لهون ونحكي اسم الفانكشن شوية set، نغير هاي نزيح هاي، بنحط ونزيح هذول 2، وهيو ونروح نحط هون
xg1.set سبعة وخمسة أربعة. نفس الشيء استدعي line function اللي هي set، وننزل تحت هاي استدعاء pass my value، يعني السبعة بالصفي هون والخمسة بالصفي هون، فبعدين لما نعوض بx هاي بصير سبعة الx والy بصير خمسة، يعني جبناها من هون. وبعدين لو رحنا طبعنا راح يشوف القيم تغير xg1.out. طبعا هذا الشغل كله على نفس الأوبجكت. اوكي سو نعمل run. وين راحت هاي؟ بدنا هاي نطلع فوق ان واي تساوي بي، فيش عندنا واي نهايه النمبر، سو اعطانا خطا لان غير معرفه. هيا هون فنروح نحطها زي غير معرفه باي مكان. هيا سبعة وخمسة تغير على نفس المكان بالذاكرة. well yes على نفس المكان بالذاكرة لأنه نفس الأوبجكت. اوكي لأن الأوبجكت هو بعطي العنوان. هسا الكلاس شو مهنتها؟ well الكلاس هي label بس كمان من جزء من العنوان. اوكي مين اللي يشتغل؟ هذول اللي بيشتغلوا. الكلاس مجرد باث أو label أو جزء من العنوان، لجزء من الذاكرة اللي في هذا الكود كامل. وأنا ما بسوي أي شيء، بس label عنوان زي هذا ما بسوي أي شيء، هذا بنشتغل عليه. أوكي الـ A اللي بيشتغل هو بس الـ F والـ Set والـ E اللي عليهم operators. أوكي فهون والـ loops بيشتغلوا هون. well هاي نهايتها هون. عرفنا functions داخل الكلاس، وعرفنا constructor، وعرفنا data members. data members هم global to the class، يعني لو حطيناهم تحت بيشتغلوا ولا لا؟ اخر اشي بظلوا يشتغلوا لانهم خارج الفانكشن. اي variable خارج الفانكشن هو global to the class. اوبس احنا شايلين الكلاس زي وين احنا؟ هون بدنا هاي بس هذول اثنين بنحطهم بالاخير. ايش راح يصير لو حطنا لهم بالاخير؟ هون ولا شيء تحطهم اني وير. نفس الشيء حطيناهم هون لانهم جلوبال ما دام انهم خارج الكلاس. اوكي نقدر نعرف من function local variable to the function. طيب أي variable خارج الكلاس بنشاف، صح لو حطينا int m هذا global variable، int k مثلا تساوي 5 زي هيك، ورحنا على الأوتبوت هون وحكينا كمان زي هيك غيرنا فيها و سي اف كي بجوز يطبعها، فروح نطبع سي اف كي equal to بدنا نحط تاب لا فيش داعي هون كي انلاين. نعمل رار بشوف إذا هاي اشتغلت. أوبس كي هاي كبيرة، كي كبيرة وكي صغيرة، فنحط هنا كي صغيرة شوف. ويلا كومبايلينج بروجرام شكله طول. شو صار؟ الانت انقطعت. نعمل ستوب، نعمل رن. ايوه طبعا الكي
ولكن لو رحنا بدنا نكتب سي اوت واحد من هذول مش مسموح لنا، يعني ما نقدر نسمح الداتا ممبرز هذول انه نطبعهم من داخل الكلاس لانهم مغلفين encapsulated. اوكي سوري انا شغلت طول encapsulated. وكيف نكتب encapsulated؟ بدك القاموس encapsulated، غلفين زي الكبسولة، كبسولة بالعربي كمان زي كبسولة الحبوب العلاج تاخذها. فبيسكلي هسه انت تتفنن باي كلاس تسوي. نوقف هون. هاي بيسكلي فيو اوفر. ويل نبلش نشتغل pass by value, pass by reference, return from the function, create قيمة من خارج الكلاس and so on.